إنا إليه راجعون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، نحمده ونرضى بما قدره وقضاه. ونحن اليوم نقف بين يدي من هو بالآن بين يدي الله، بين يديك سيدي وشيخي وأستاذي وسندي محمد عبد الله جبعور، العالم الشيخ الجليل الذي قضى هذا العمر الطويل في التحصيل والتوصيل، في الطلب والأداء، عمر قضاه من ما بين طلب العلم وبر الوالدين وإصلاح ذات البين وصلة الأرحام، عمر قضاه في أعز ما يقضيه المؤمن بين دور العلم ومعاهدها الأصيلة، من زاوية البي إلى زاوية الشيخ، إلى المعهد الأسمري، إلى جامعة السيد محمد بن علي السنوسي، خريج طالبا وخريجا، إلى الجغبوب، ثم إلى مصراته، شيخا لمعهد القوير الديني الذي أسسه المصلح الخير الشيخ الحاج عبد الله القويري رحمه الله. وفي القويري كان الشيخ محمد جبعور، هناك وجدناه، هناك استقبلنا، هناك أخذنا بالأحضان إلى معهد العلم وإلى ساحة العلم وإلى تقاليد العلم وإلى أدب العلم، العلم المنهجي المؤطر الذي قام على الأصول وعلى الانضباط، والذي توارثه الخلف عن السلف من لدن الفتح الإسلامي الذي بارك هذه الأرض المباركة. من يعزي من؟ ومن يتلقى العزاء فيه؟ العزاء لأسرته وآله بالأصالة، ولقبيلته وعشيرته، ولبلدته ولمدينته، ولوطنه الكبير، ولأمته. هذا عالم من علماء الأمة ومن علماء الإسلام، ممن فقهوا وتفقهوا وفقهوا غيرهم، وترك أكثره، ترك أثره المبارك كعمره المبارك، أفناه في العلم وفي طلب العلم وفي آداء العلم وفي الدعوة إلى العلم. أيها الجمع الكريم، أيها الحاضرون من مستمعين ومن مسؤولين، الله الله في وصية الشيخ. الشيخ مات وهو يدعو إلى إحياء القويري وإلى عودة القويري، والقويري ليس كلمة تقال، وإنما هي كلمة ذات ذلالة وذات مغزى. هذه القلعة التي رفعت لواء العلم الصحيح الممنهج حتى أقفلتها الأيدي الآثمة، وهي تعاني الآن من المعوقين. نريد القويري أن يعود، ونحن نودع الشيخ، نريده عهدا من هذا الجمع ومن أهل المسؤولية في التعليم والحكومة وغيرها، أن يعيدوا القويري إلى مكانه، إلى قلعته، ليعود إليه شيوخه وطلبته، لنعالج هذا الخلل، ولنصلح ما فسد، ولنداوي الجرح العميق الذي تركه، الذي كان سببه الجناية على التعليم الديني في هذا البلد من ذلك العهد البغيض الذي لم يترك لأهل العلم ولا للعلم إلا فراغا يعبث فيه العابثون، وهو ما نعاني اليوم آثاره وجروحه وكدومه. إخوة الإيمان، أيها الحاضرون، الكلمات لا تكفي ولا تفي بحق هذا الرجل العظيم، وهكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا كما يقول ابن عباس، أن نجلهم وأن نقدرهم وأن نناديهم بأعلى الرتب، فهم أهل الرتب
إذا كانت هناك رتب وألقاب ومناصب فأهل العلم هم سلاطين مكانهم وهم سادة الناس إلى يوم القيامة. رحم الله الشيخ جبعور وعزاؤنا فيه جميعا لا يقل فيه أحدنا عن الآخر، ونسأل الله أن يعوضنا فيه خير العوض وأن نرى بدله عشرات ومئات وآلاف ببركة هذه الدعوة وببركة هذا الحضور وببركة الله الذي كتب على نفسه الرحمة وكتب لهذا العلم أن يحمله من كل خلف عدوله. الله الله في العلم، الله الله في معاهد العلم، الله الله في طلبة العلم، الله الله في ضبط العلم، الله الله في العودة بنا إلى بوصلة الرشد وإلى الاتجاه الصحيح الذي يجمع القلوب ولا يفرقها، الذي تطمئن إليه النفوس وتطمئن إليه الفتوى وتطمئن إليه حال الناس وهم يهرعون في دنيا الضياع والفناء. سيدي وأستاذي، نودعك في عالم الأشباح ونرتقب لقاءك في عالم الأرواح. ها أنت قد سبقتنا وها أنت بين يدي الله، ونسأل الله ولا نظن بالله إلا خيرا أن تكون في أعلى عليين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ومع أسيادنا العلماء الذين تربيت على أيديهم والذين سبقوك ووقفت مثل هذه الساعة تحس ألم فراقهم، ونحن بالقدر جميعه نحس ألم فراقك اليوم. جزاك الله عنا خير الجزاء ورحمك برحمته الواسعة. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اللهم اجعله من أهلها يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب، اللهم اجعله من أهلها. اللهم لا تحرمنا شفاعته ولا بركته ولا تفتنا بعده يا رب العالمين. اللهم تقبله بقبول حسن، اللهم أدخله جنة الخلد وسعادة الأبد، واجعل لا تجعل اليوم يوم موته، واجعله يوم ميلاده في دار البقاء في دار الصلاح التي نعد أنفسنا كما أعد نفسه لهذه الساعة 90 عاما أو 90 عقدا وما يقاربها كان يعدها لهذه الساعة. وما شهدنا إلا بما علمنا، وهو يعطي العلم وهو يرعى طلبة العلم وهو يواسي طلبة العلم وهو ينفق على طلبة العلم وهو يعالج من الظروف ما لا يعلمه إلا الله ولا يعلمها إلا خاصته ومن كانوا بجواره في تلك الأيام الصعبة والسنوات المريرة. ولكن كل نفس ذائقة الموت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سلام عليك ورضي الله عنك ورحمك برحمته الواسعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخلص في الدعاء له بالمغفرة والرحمة، فإنه بحاجة دائما إلى سؤال ذلك. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.